فوز مستحق النادي الاهلي على الاتحاد السكندري 1-0، يتقدم به النادي الاهلي ليحتل المركز الثالث ويقترب من العوده لمكانه الطبيعي على القمه. كابتن شريف، مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق. مبروك. بعد فوز اليوم ابتدي اقول لك الحكايه ما بقتش بعيده، يعني خلاص، يعني التفهم للاداء المباريات المتبقيه برغم الظروف اللي انت بتمر بيها دي كلها ايمن، ما زال عندك سيف ودرع داخل الملعب حتى رغم الغيابات اللي موجوده، حتى رغم الهارموني بتاع الشكل الهجومي بتاع النادي الاهلي. يعني انا بحس دايما ان في كل مباراه بيقع مني حد، النهارده وقع مني عمر كمال عبد الواحد، المباراه اللي قبلها بدون اصابات رضا سليم ما كانش في حالته، قبل كده عندنا شرخ في ناحيه الشمال وبنلعب بحاله تعويضيه بكريم فؤاد وبيعمل مجهود كبير جدا زايد عن حده انه عايز يملى الفراغات اللي موجوده في هذا المكان اذا كان من ناحيه الهجوم او الدفاع. نص ملعبك بالشكل الدفاعي اللي انت بتلعب بيه اتنين ديفندر ووراك اتنين ديفندر بعبد المنعم وربيعه، ده شيء مطلوب طبعا لحسم التوازن. يعني انت في تحس ان النادي الاهلي مش 11 لاعب، كويس؟ تحس ان احنا بنلعب في حته نقصانة كده اللي هو البلاي ميكر على حساب ديفندر من الحاجات دي، ولكن انت الظروف اللي بتمر بيها ما تقدرش تتدخل الا في حاله بقى انك انت لازم بتلعب مع فرقه انت لازم من اول المباراه يكون عندك الشكل الهجومي اللي احنا بنشوفه او شكل انك انت تمسك الاستحواذ بشكل الدفاع اللي بتلعب بيه وبالشكل التغييرات اللي بتدفع بيه، الاستحواذ بيبقى بتاعك. ولكن في حاله ارهاق بعد كل 3 ايام ماتش دي مش سهل ابدا. انا ما اقدرش احاسب لعيبه اقول له النهارده انت كنت فورمتك عامله ازاي، انا احاسبه في الاداء الفردي بتاعه ازاي بيستلم وبيسلم وبيعدي وبيشوط وبيعمل وفين مجهوده في المباراه، ولكن انا ما اقدرش اقيمه 90 دقيقه، ما اقدرش كل 48 ساعه اقول للاعب تلتمس له العذر. انا ما اقدرش اقول له انت النهارده فين. يعني النهارده انا بتفرج على لعيب اوروبي في الملعب بالنسبه لي واخد عيني كلها، رامي ربيعه الحقيقه تيمبو وايقاع عمل ماتش كويس ومستوى يعني مريح كمان عبد المنعم. عبد المنعم صحيح، وطول ما اللي جنبه كويس هو بيبدع كمان، هو بيفكر كويس بينقل الكره كويس. ف مبروك النهارده، هارد لك عمر كمان عبد واحد، انا كنت محتاجه طبعا، عندنا مباريات مهمه جايه. ما شاء الله، انا شايف اليو ديونج، يعني انا بالنسبه لي اليو ديونج اضافه، لا ده لعيب محترف عندي في الفرقه، واحنا كلنا كنا بنتكلم في الكلام ده مع بعض، يعني ده لعيب محترف في فرقتي، لعيب لازم على طول ياخد، خدت بالك؟ لان انت هتحتاجه في جميع المباريات اللي جايه، لعيب ناقل للحركه ولعيب سريع وديفندر جامد، ومش من السهل ان انت تعدي منه، او مش من السهل ان هو المنطقه اللي بيبقى فيها يحصل زياده عدديه علينا، لا هو ايقاع وممتد لغايه ال 18 الاخر وبيعرف يشوط وبيعرف يجيب اهداف. عندنا كام لعيب كده ان شاء الله، طاهر محمد طاهر النهارده شفناه، عايزين رضا سليم يرجع تاني، قفشه هو هنتكلم في الفنيات لسه، انا يعني انت كده هتخلص خلص انا لا لا مش عايزين نخلص دلوقتي. قفشه خدت بالك بالنسبه لي برضو ضابط ايقاع وكده، ما فيش في حاله، نفسي بقى يبقى قفشه وامام عاشور، في حاجات بتبقى جوايا وانا بتفرج بحب اتفرج عليها، نفسي يبقوا الاثنين موجودين في الملعب. مبروك النهارده.